الاول مش شايفين ممكن برضه المحاضره يشوفوها معلش عشان الوقت كان هي ممكن نستنى هنا ولا في ناس من هنا والزمالك والبحر الاحمر والكلام ده الدكتور عصام الدين الناس يعني الملوك السني وبيسرق كل السيشنز في كل الاماكن وفي عين شمس طبعا الكورسات والكلام ده يعني هتلمسوا الكلام ده ان شاء الله في البرزنتيشن وهيتكلم عن موضوع في غايه الاهميه ما كانش ينفع يتعمل كورس من غير ما نشيل الهايبرتنشن للاسف دي المحاضره الوحيده على الهايبرتنشن وكان يستحق اكتر من كده بس يعني الكورس اللي فات كان فيرينو فاس هايبرتنشن النهارده نزلوا محاضره من يعني انتوا اللي تقدروا تنزلوا الفيديوهات كلها على بعضها فاحكوا كم الموضوع اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا دكتور حسين عبد المقدمه الجميله دي ما استحقهاش الحقيقه بس هو دكتور حسين مجامل دايما كعائلتي كان اسمي عصام الدين لجامعه عين شمس اسمي كده المفروض هنتكلم النهارده عن موضوع مهم قوي الحقيقه اللي هو موضوع الهايبرتنشن. موضوع الهايبرتنشن بصفه عامه ده في خناقه ما بين التخصصات يعني ده بتاع القلب هو يقول لك لا انتوا مالكم انتوا مال الهايبرتنشن ده بتاعنا واحنا نقول ده بتاعنا لا اللي بيدلي بدمه والعيانين كتير ما بيقلقش بس يعني كل واحد يعرف يشخصه صح ويعالجه صح هو دلوقتي المسج اللي احنا هنقولها مش مسار خلاف ولا حاجه. طبعا انا هتكلم على الهايبرتنشن ان جنرال مش هتكلم عليا عشان اعرف بتكلم على ايه مش بتكلم على رينال هايبرتنشن مش بتكلم على هايبرتنشن واحد بيغسل وعنده رينال فيلر لا بتكلم على القواعد تشخيص وعلاج الضغط بصفه عامه. الموضوع ده في مراحل اهميه علشان زي ما حضراتكم عارفين يكاد يكون 30% من الناس اللي عندنا في مصر عندهم هايبرتنشن. والرقم دوت مش معناه ان يعني مصر كانت وحشه قوي للدرجه دي لا مش وحشه ولا حاجه هو دي الارقام العالميه امريكا زي كده او اكتر من كده ودول اوروبيه زي كده فاحنا بنتكلم على مرض شائع جدا ومرض مشهور جدا ومرض منتشر جدا اللي هو اسمه مرض الهايبرتنشن وللاسف اللي بيحصل فيه يعني بروبلمز في التشخيص بتاعته بروبلم في المانجمنت بتاعتهم ليس ادل على ذلك من السلايد اللي انا حطيتها في العنوان بتاع المحاضره. الشكل اللي احنا شايفينه على جهاز الضغط اللي محطوط على ايدي العيان دوت كده انا كنت هعمل كويس وبتاع بس انا شايف الدنيا ما تستحملش ان احنا هناخد اكتر من الوقت بتاعي بعالج بسرعه بقولوا له الحلول على طول كده. طبعا ده مش هي الصحيحه اللي بيحصل ده لاسباب هنشوفها دلوقتي حالا. ايه؟ كلمتين بس مقدمه على الهايبرتنشن معروف ان الهايبرتنشن از سيريس ديزيز بيؤدي الى تارجت اورجن دامج يعني ممكن اشهر سبب يجي في عيان عنده سيرنال دامج تلاقي معاه هايبرتنشن عيان عنده ستروك تلاقي عنده هايبرتنشن ريفيلوباسي بريفرال اسيروسكليروزس فممكن عندي له ديسكتنج اور كانوريزم او بريفرال ماسكولار ديزيز هايبرتنسيف نيفروسكليروزس ورينال فيلير وعندنا في الاحصاءات بتاع الجمعيه المصريه افراد كده ان اشهر سبب يعمل كرونيك رينال فيلير في المرضى المصريين هو الضغط. واخد بالك ازاي؟ ده الموجود عندنا في المسجل فيها. هذه المعلومة غير دقيقة الحقيقة لسببين، السبب الأولاني إن في عدد كبير جدا من المراكز المفروض يشاركوا. في
في البحث اللي احنا عايزين نشوف مين العدد الكبير اللي كذا ما شاركوش، يعني اقل من 10% من المراكز مشاركه في البحث ده، عشان كده ما بعتقدش بالكلام ده وتاني. نمره 2 ان للاسف الشديد هناك خطر كبير جدا موجود عند الدكاتره، ما صحش هو يكون موجود عند الدكاتره في كده، بس هو ده اللي موجود. الواحد زي ما الدكتور اسامه مشاركه كان بيقول اهم حاجه الهيستوري ده، فيروح للمريض اللي عنده عشان اعرف السبب اللي عندك، ايه اللي عمل لك الفشل الكلوي واخد بالك ازاي؟ بتلاقي طبعا في اغلب الاحيان الواحد بيروح باص كده يعني غير كده يعني من عند ربنا، ما كل حاجه من عند ربنا معاك. كويس؟ انت ايه سبب الفشل الكلوي اللي عندك؟ ما نلاقيش حاجه. وبعدين في الاخر تلاقي هو لسه بيتكلم مع العيان. بس سيبك يا جماعه الموبايلات مثلا. تلاقي حد جاي يروح ايه مثلا عنده الضغط، خلاص يبقى هو الضغط هو السبب، ده سكند هايبرتنشن بسبب الانفلاميشن. فالدكتور عشان يريح دماغه روح كاتب قدامه هايبرتنشن، روح باعت للجمعيه بالمنظر ده وكده، يقول اه خلاص يبقى هو الهايبرتنشن هو السبب. السببين دول حاجات ان احنا اشهر سبب عندنا هو الهايبرتنشن، هذا غير ضمير. انما مش معنى كده ان الهايبرتنشن ما هوش مرض سيريس وبيعمل المشاكل دي. اخر حاجه ممكن يعمل لنا ليفت فنتريكولار هايبرتروفي وكورونري هارت ديزيز وفنجستيف هارت. عشان كده لسه مستغرب ان احنا نشوف الارقام المزعجه للغايه اللي موجوده قدامنا. هم لقوا مجرد زياده الضغط من البيز لاين 115 75 الى 135 85 ده هيرفع الكارديو فاسكولار مورتاليتي للضعف. لو احنا الضغط ارتفع من 115 من 75 الى 155 95 اللي هو رقم، تلاقي ناس كتير جدا اللي عندهم الضغط ماشيين بالرقم دوت كده، تلاقيه بقى كوادرب. كوادرب يعني ايه؟ يعني الكارديو فاسكولار مورتاليتي بقت مضروب 4 مرات. لو وصلنا للرقم اللي هناك اللي هو 175 على 105، تبص تلاقي الضغط بقى مضروب في 8 مرات. الكارديو فاسكولار مورتاليتي يعني تكون مضروبه في 8 مرات، يعني ارقام مزعجه للغايه تدل على ان احنا لا ينبغي ان احنا نترك مريض ماشي بالضغط دوت او الضغط ده او الضغط ده، لان الضغط دوت اللي هو ماشي بيه معناه في مورتاليتي. والمورتاليتي ديت ما بتعملش اعراض، وعشان كده هذا المرض هو اول مرض سميه سايلنت كيلر، القاتل الصامت. دلوقتي السايلنت كيلرز بقوا حاجات كتيره قوي، واخد بالك ازاي؟ انما اللي كان بيطلق دايما على الضغط هو اول ما اطلق عليه الموضوع دوت، لان عيان ماشي بالضغط ده، تلاقي حضراتكم تتفقوا معايا ان في ناس كتير جدا عندهم الضغط ماشيين بالضغط دوت كده. وبقى كده 12 سنه وقالوا كده ما اعرفش ايه بالمنظر ده، لحد ما هيجي تروح الدنيا ايه ضاربه معاه في حته، واخد بالك ازاي؟ عشان كده لابد من الالتفات للحاجات ديت يا جماعه. في حياتنا حاجات كتيره قوي لو انت جيت الجدريات وظبطت الدنيا من الاول خالص مش هتحصل الحاجات دي. لما تبقى عايش في العبكه ولخبطه وبتاع، ايه المتوقع من الحاجات دي؟ كل شويه هتلاقي حادثه مزلقه نقل، واخد بالك ازاي؟ كاسيوط. كل شويه هتلاقي مش عارف ضربت ايه في الحته الفلانيه، ليه؟ لان انت ماشي في عك. واخد بالك ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى رحيم وصبور قوي علينا على العك بتاعنا دوت كده، لحد ما كل فتره والتانيه تروح الحته دي ضربه في الحته دي، ليه؟ عشان انت سايب الكهرباء مش مظبوطه، او جايب واحد مش فاهم حاجه هو اللي واقف وي 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 هاف تو ادريس ذيس. وبالتالي الضغط نفس القصه. ما ينفعش ان العيان يخليه ماشي بالضغط دوت، او الدكتور مش عارف يوصل العيان بالضغط المظبوط، يروح يبص يا استاذ فلان، بص يا مدام فلانه، هو الضغط بتاعك ده كويس قوي، احنا كنا فين؟ هذا الدكتور مش فاهم حاجه. يبعته للي بيفهم. واخد بالك ازاي؟ يبقى هو دوت المهم. ليست الاخبار كلها سيئه كده، في اخبار حلوه. عشان ايه؟ الدنيا مش محتاجه سوء، الدنيا محتاجه الاخبار الحلوه، ادي الاخبار الحلوه. كل 5 مليمتر ريدكشن في بلاد بريشر حضرتك هنعمله هناخد الجوائز دي. 14% ريدكشن في الستروك، خلي بالك 5 مليمتر بركه بس، ما تكلمناش في 15 و20 وحاجات كده. الكورونا هيقل بنسبه 9%، المول كارديو او المول كوز مورتاليتي هيقل بنسبه 7%. فتخيل انا وطيت الضغط بتاع العيان ده ب 10 مليمتر برك، اضرب الارقام دي كلها في 2، واخد بالك ازاي؟ يبقى دي ارقام في منتهى الاهميه تدلنا على ايه؟ على ان لما يجي عيان بالمنظر دوت كده، ده على فكره لو ظبطنا تبقى الدنيا احسن. لو ظبطنا الموربيديتي هتقل، لو ظبطنا المورتاليتي هتقل، لو ظبطنا مش عارف ايه، يعني ايه هتاخد فايده. زي ما جينا واحد بيشرب سجاير يقول له بطل سجاير، انا بقالي 30 سنه بشرب سجاير، لا بطلها، لا كل ما تبطل دلوقتي ان شاء الله بقالك 30 سنه هتاخد فوائد، هتاخد جوائز من الموضوع ده. تمام؟ يبقى دي نقطه مهمه نبقى عارفينها.
القاعده بقى اللي احنا كلنا حافظينها وبتتقال كده زي الشعارات الاغاني ومش عارف ايه والحاجات اللي احنا حافظينها دي، الارقام اللي موجوده دي رقم ده حديث جدا كان من امريكا، اوكي، بيتكلموا على ان عندهم 67 مليون واحد عندهم ضغط عالي، اوكي، 53 مليون بس منهم اللي هم عارفين ان عندهم ضغط. الفرق ما بين الاثنين دولت اللي هم يعملوا لنا 15 مليون ولا حاجه، واخد بالك ازاي، او 14 مليون هم عندهم الضغط وهم مش عارفين ان هم عندهم الضغط، تمام. من ال 53 مليون ده 47 مليون بياخدوا علاج، من ال 47 مليون اللي هم بياخدوا 31 مليون بس اللي هم الكنترول. دي المشكله بتاعت عيانين الضغط، تمام، في امريكا كده، في مصر كده، في الدول الاوروبيه كده، في الدول الاجنبيه كده، نسبه الناس اللي عندهم الضغط مش كلهم متشخصين. دليل على ذلك، عايز حضرتك تجاوب الموضوع ده بعد ما ترجع حضرتك المحافظه اللي انت موجود فيها، واذا حبيت تعملها هنا روح اي بنك من البنوك، روح اي مدرسه من المدارس، روح اي جامعه من الجامعات، خد الموظفين اللي شغالين في المكان دوت كده واعمل لهم تشيك للبلاد بريشر بتاعهم كله. هتطلع نسبه لا يستهان بها عندهم الضغط وهم مش عارفين. وقالك ازاي؟ وبعدين تعال الناس اللي بياخدوا الضغط دوت ده، هتلاقي كم واحد منهم بيتعالج، كم واحد منهم كنترول، هتلاقي النسبه عماله بتقل بالمنظر دوت. يبقى ايه الهدف من المحاضرات والكلام اللي احنا بنقوله بالمنظر ده؟ احنا مش عايزين نغني على ليلانا اللي هي دي ليلى، واخد بالك ازاي؟ ليلى ليلى ليلى. طب وبعدين؟ كفانا الغنى، واخد بالك ازاي؟ ليس هناك وقت لمزيد من الغناء، واخد بالك ازاي؟ لازم نشتغل صح. شغل صح ازاي؟ شخص صح، عالج صح، وفر ادويه كويسه، الخ 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 بالمنظر ده. الحقيقه في رقم مش مكتوب، الرقم ده مزعج للغايه، وعشان كده انا هاخد جزء مش قليل من المحاضره بتاعتي عليه. الرقم ده بيتقال ايه في الليتريتشر؟ Up to one third of the patients with hypertension or with diagnosed hypertension are not hypertensive. تاني، up to one third of the patients known or diagnosed to have hypertension are not hypertensive. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الدكتور مش بس ما بيعالجش العيان صح وما بيعملش كنترول للضغط، لا، ده بيدخل لنا مشكله كبيره عندنا في المجتمع دي. واحد هو ما عندوش ضغط عالي يقول له حضرتك عندك الضغط العالي. ولماذا الدكتور بيعمل كده؟ هو من العملاء؟ هو اسرائيل بعتها عندنا عشان لا احنا مش ناقصين لا عملاء ولا اسرائيل ولا حاجه خالص، واخد بالك ازاي؟ احنا محتاجين احسن من نفسنا، واخد بالك ازاي؟ لا، هو الدكتور ده مقاس الضغط صح، ولما مقاس الضغط صح راح قايل للعيان دوت انت ضغطك عالي. فعشان كده استغربوا ان انا هاخد جزء مش قليل من المحاضره بتاعتي ازاي نقيس الضغط. لان اول حاجه ان انا اشخص مرض، ان انا اشخصه صح، اعرف مرض ان انا اشخصه صح، تمام؟ طبعا بعضكم يمكن يسالوا الدكتور احمد ايه من هنا، عشان يعني مع احترامي لحضرتك علمني اقيس ازاي الضغط مش عارف ايه كويس وحاجات زي كده. يعني شوف لو انت بتقيس الحاجات ديت كده بعد ما اخلص ارفع ايدك كده وقول لي على فكره انا بعمل كده، اعتذر مفيش مشكله خالص، اصحى معايا، واخد بالك ازاي؟ يبقى دي اللي احنا بنتكلم عليه. هنتكلم على الدايجنوزس وبعدين هنتكلم على الكارنت ثيرابي اوف هايبرتنشن. الحقيقه انا عايز ادي محاضره للهايبرتنشن من زمان وعمال اخر الوقت بتاعها. في اخر حاجه الدكتور حسين من كام شهر كده كلمني قال لي احنا عاملين مؤتمر عندنا في المنصوره، تحب تتكلم على ايه؟ المؤتمر ده انا قلت له امتى؟ قال لي في اخر ديسمبر. قلت كويس، قلت له عايز اتكلم عن هايبر تنشن. ليه انا قلت له الموضوع ده؟ رغم انا ما بختارش مواضيع، الموضوع ده الدكتور حسين هو اللي مختار. كويس؟ بيقول لي عايزينك تتكلم عن كذا، حاضر. لو ما عنديش معلومات والله ما اعرفش، ممكن موضوع تاني او كده يعني. تمام؟ لما انا اخترت ايه الموضوع؟ لان انا قاعد مستني جي ان بي سي 8. جوينت ناشونال كوميدي ريبورت اللي هو ده اكبر ريبورت بيطلع زائد كنترول بلاد بريشر، قالوا هيطلع سنه 2012. حتى هذه اللحظه ما طلعش، واخد بالك ازاي؟ فانا قاعد قلت هفضل اخليني مستني كده، هيطلع مؤكد في ديسمبر كده، هتبقى حاجه حلوه لسه حاجه نازله طازه كده، واروح جاي اقعد عليه شويه كده اظبطه امصرمه اعمله بالطريقه المصريه يعني، واخد بالك ازاي؟ وبعدين اجي اقول لكم انا عملت سامسونج، انما للاسف الشديد هم لحد اللحظه النهارده امبارح بالليل يعني، تمام؟ ما كانش لسه نزل جي ان سي 7، فهنشتغل على اللي موجود معانا لحد دلوقتي اللي هي اذر ريبورتس، تمام؟ هناخد منها الكرنت والحاجات اللي هناخدها. الحقيقه دي هجيب لكم حاجه مفاجاه برضو، الحقيقه انصحكم تخشوا على النت في سايت او في مكان اسمه اي سي اس اي. ايه الاي سي اس اي؟ حاجه حديثه جدا، نوفمبر اللي فات يعني من شهر، تمام؟ ده اسمه الانستيتيوت اوف كلينيكال ساينس امبروفمنت.
كم ولاية من الولايات الأمريكية هم خلوا جايد لاينز اللي بتطلع منها الأمريكان جايد لاينز سي 7 و8 و و و و واخد بالك ازاي بالمنظر ده وراحوا عاملين السايد ده يقول لك أحسن جايد لاينز في الكنترول أوف ستروك عشان نمنع الستروك اللي هي بتموت الناس عندنا قد إيه كذا وكذا وكذا تخلوا لأن دول جمعوا حاجات كتيرة ده المصدر بتاعه أوكي؟ طيب المصدر ده بيقول لنا ايه يا جماعه عشان اشخص الضغط لازم يكون عندي الحاجات دي وكلهم لما هتشوفوا هتلاقيها سترونج ريكومنديشن هاي كواليتي ايفيدنس اول حاجه بيقول لنا ايه اول اليفيتد بلاد بريشر ريدنج شوت بي كونفيرمد يبقى دي اول كده يبقى ممنوع يا دكتور ممنوع حضرتك وحضرتك وممنوع عليا وممنوع علينا كلنا ان انا ادي عيان دلوقتي يستر الضغط اللي ضغطه عاليه ولا عندك الضغط ما ينفعش لماذا لا ينفعش لان اول كلمه should be confirmed وconfirmed في مره ثانيه مش النهارده الا ما اضطررتم اليه ما هو اضطررتم اليه emergency ده موضوع ثاني تمام طيب الحاجه الثانيه standardized blood pressure measurement process is important for correctly identifying hypertension patient يبقى لازم نتفق كلنا مع بعض واحنا قاعدين دلوقتي هي الستاندرد اللي نسبه انا اسمي بالضبط اللي انا هتكلم عليه حالا دلوقتي تمام a combination of office and out of office blood pressure measurement should be used to confirm the diagnosis of hypertension المعلومة دي في منتهى الخطورة قديم زمان لما كنا نقيس الضغط للعيان وبعدين العيان كان يقول لنا ايه يا دكتور يعني انا عندي ضغط خلاص اقول له اه يقول لي طيب انا ابني في السعودية انا ابني في الخليج ممكن ابعت له عشان يبعت لي جهاز ضغط عشان اقيس بيه لان زمان انا بحكي لكم عليه دي ما كانش الحاجات دي موجودة عندنا في مصر لما كانت موجوده في دول الخليج وفي السعوديه وفي الحاجات اللي زي كده. الحاجات دي كلها كانت موجوده عندنا دلوقتي في كل حته، واخد بالك ازاي؟ الحمد لله يعني. لان دلوقتي نقول له لا وانا وظيفتي ايه؟ واخد بالك ازاي؟ انا لا اسمع بالضغط، انا بقيس الضغط في البيت. وانت تعرف تقيس الضغط ولا تعرف تعمل حاجه؟ لماذا نعمل ذلك؟ لان في الفتره دي برضه نفس الفتره دي هي فتره الفقر دي، واخد بالك ازاي؟ كان في حاجتين كمان انا قلتهم لك بلساني دلوقتي. العنجهيه اللي مالهاش ما يفسرها كان مع العين شفت بجانب يعني ايه تقيس الضغط انا لسه ولا بتعرف حاجه ولا مش عارف ايه وكان الواحد بياخد بالجزمه يعني واخد بالك ازاي فتروح يقلب بالمنظر ده الوقت المفروض الحاجات دي كلها اتغيرت تمام احنا لا المفروض العيان النهارده اول ما شخص ان عنده الضغط وطب عارف من الايش بتاعه مفيش مشكله ان هو ممكن يجيب جهاز بتاع ضغط 800 400 500 جنيه يقيس الضغط في البيت اقول له هات الجهاز ده وقيس الضغط في البيت حصل ماركت تشينج ليه؟ عشان القصه اللي حضراتكم عارفينها اللي اسمها الوايت كوت هايبرتنشن. يعني ايه وايت كوت هايبرتنشن؟ واحد عادي جدا ما عندوش ضغط ولا حاجه بس بيروح المستشفى يشوف اللس زاويه البلاط البيضاء يعني الممرضه والدكتور يخاف منهم. واخد بالك ازاي؟ القصه ديت انا شفتها مش مجرد بس حديث كلنا عارفين الكلام ده مش جديد تمام؟ بس انا شفتها بعينيا دولت مع مريض. في مريضه دخلت استلها ضغط 180 على 110. واخد بالك ازاي؟ لقيتها بتضحك. وانا متصور انها هتلتع يعني. فبقول لها بتضحكي ليه؟ قالت لي انت عارف انا عايز صدات قبل ما اجي دلوقتي اقيسها عندي في البيت جهاز ياباني معرفش ايه الى اخره 120 على 80 فطبعا كان معتاد لا معتاد انت ما قيستوش صح رحت قيسه لها تاني طلع 180 على 110 انا في بقيس لنفسي ما خليش الممرضه تقيس واخد بالك ازاي؟ ف 180 على 110 قالت لي انا اقول لحضرتك السبب في الموضوع ده انت عارف انا قبل ما اخش هنا انا بقالي ساعه فاتحه المصحف وقاعد بقرا في القران بقالي ساعه قبل ما اخش طب ليه؟ انا بترعب من المستشفى والدكاتره، طب ما الدنيا سهله قوي. ما تجيش لا للمستشفى ولا للدكاتره، خلصت. اه وحيد ما تجيش طب جالي، واخد بالك ازاي؟ انت عامله زي القط اللي بيحب خناقه. مين يحب الدكاتره المستشفيات ولا شكلهم ولا ريحتهم ولا اي ولا حاجه خالص، واخد بالك ازاي؟ طب جالي، واخد بالك ازاي؟ هي دي الفكره. هي دي ما عندهاش هايبرتنشن عندها وايت كوت هايبرتنشن محتاجه تيه ده. واخد بالك ازاي؟ محتاجه نشوف ايه المشكله اللي هي معاملها ستريس دي ونطلعها منها. واخد بالك ازاي؟ اللي هي بقت كويسه. طبعا القصه دي لو الدكتور مش فاهم الموضوع ده بصي لو ما خدتيش الدواء ده النهارده هي مش مسؤول هيحصل لك انا مش هو ده اللي هيجيب لها الهايبرتنشن. الطريقه وازاي اللي الدكتور بيتكلم دي اللي هيجيب لها الهايبرتنشن. يبقى شوت دي كونفيرمد ليس فقط على المستوى بتاع العياده ولكن على المستوى بتاعت اللي يسموها اوت اوف اوفيس. اوت اوف اوفيس يعني خارج العياده، خارج العياده دي ممكن تكون ناحيه ثالث اماكن. يقصد بيها بالذات بيت المريض. عنده جوه في البيت. ان سهل يجيب جهاز ضغط ومش عارف ايه وايه هو يتعلم او ابنه يتعلم او يصرف ابنه ولا بنته طالبه ولا دكتور الى اخره او جاره
او حاجات زي كده. المكان الثاني في العمل، في العمل هناك عياده وفي ممرضه وفي مش عارف ايه، يحضروا الناس ضغط وصوروا ضغط اسماء العمل بس للظروف القياسيه. في مكان ثالث للاسف الشديد، واخد بالك ازاي؟ هو عشان كده قلت للاسف الشديد، واخد بالك ازاي؟ الصيدليه. تمام؟ مش للاسف الشديد الصيدليه ان هم ما يقيسوش، لا يا ريتهم يقيسوا، يا رب يقيسوا. عارف ليه يا رب يقيسوا؟ عشان نوفر للعيان الكشف بتاع الدكتور. انا رايي عشان كده. العيان معهوش ثمن الكشف بتاع الدكتور، فيروح الصيدليه بدل ما يدفع للدكتور 50 جنيه و100 جنيه و200 جنيه و150 جنيه، هيروح يقيس الضغط ب 3 جنيه ب 5 جنيه حاجه كده. واخد بالك ازاي؟ فنتمنى ان هو فعلا يقيس الضغط، بس اللي انا عايزه منه حاجه واحده بس، يقيسه صح. بس انت تقيس احسن مني يا صيدلي، بس يقيسه صح من فضلك. كيف تقيسه الصح؟ اعرف القاعده اللي بقول عليها دلوقتي وتعرف الصح. الحاجه اللي بعد كده سيلف مونيتورنج اوف ذا بلاد بريشر شود بي انكارجد. النهارده مش النهارده بس، الحقيقه ده من سنه، من كام سنه، اي واحد عنده السكر يجيب جهاز بتاع تحليل سكر يخليه عنده في البيت. اي واحد يكون عنده ضغط يجيب جهاز ضغط يخليه عنده في البيت. واخد بالك ازاي؟ طب ما انا يا دكتور بس هجيب جهاز الضغط منين؟ ده انت عارف ده الدنيا والماهيه والمش عارف ايه. والله عندك حق. بقول لحضرتك ايه؟ انت معاك موبايل؟ اه نوكيا اخر موديل. واخد بالك ازاي؟ يبقى احنا بنتكلم كلام فارغ. ده بضيع وقتنا. We are in need of mental revolution. تقديم الاولويات. واخد بالك ازاي؟ انت ممكن تخش بيت بتاع واحد اللي حاطط في المدخل كده، اول ما تخش تلفزيون سوني ال اي دي، مش عارف ال اي دي اعلى من ال سي دي. انا عرفت المعلومه دي قريب يعني. في حاجه اسمها بلازما جرام، معرفش ايه قصه طيب الموضوع. مسحته كده وحطه في المدخل ده. ولما تخش تلاقيه كاتب لك يعني عشان مش باين على الجهاز جايب ورقه وحاططها تحتيها كده ميد ان جابان. يعني مش ماليزيا. وبعدين تعالى اقول له بقى هات الجهاز الضغط عشان حضرتك عندك الضغط بالمنظر ده. في الدنيا صعبه. والله الاولاد انا مش عارف اعمل معاهم ايه، وامهم مش عارف اعمل ايه، ربنا ياخدهم الاثنين. عارف ازاي؟ هو اللي بيقول ده. عارف ازاي؟ هيبقى ديت الفكره. ده مختلف، ده مش فاهم حاجه. واخد بالك ازاي؟ ده محتاج، ودي مشكلتنا يا جماعه، مشكلتنا الاكتفاء مش محتاج ينفع. واخد بالك ازاي؟ قصه كده طويله، بس انا الوقت عمال يعني اكثر حاجه متعبه اللي هي الزمن ده على بعامه وبخاصه. المهم فنرجع للقصه دي. يبقى انا لو جالي واحد عنده ضغط يا جماعه يساوي ايه هو العالي في الرقم ده؟ هل الرقم ده عليه خلاف حضرتك؟ دكتور حسين هيقول حاجه غير كده، دكتور اسامه ليه راي تاني؟ لا. احنا انا عايز اثبت الحاجات الثابته قوي 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 قوي، الحاجات القويه قوي قوي قوي. مش عايزين اراء ولا اختلافات ولا اجتهادات ولا الامريكان ولا المصريين. This is international. لا انت حضرتك بس بتقول هو انترناشونال، بس هو مش انترناشونال. لا انا عارف انا بقول كده. واخد بالك ازاي؟ يبقى اي ضغط يساوي اكثر 140 على 90 كونفيرمت اكثر من مره، هذا هو الشخص الذي عنده ضغط عالي. يبقى لو جالي عيان لقيت الضغط بتاعته بيساوي اكتر من 140 على 90، اف ان الفيتد بلاد بريشر، يعني الفيتد الرقم ده هاز بين اوبتين ذا بلاد بريشر ليفل شود بي كونفيرمد. حلو. كونفيرميشن شود بي بيزد اون كومباينيشن اوف وان اور مور اوف فولو اب فيزيتس. فيزيتس فين؟ في الاوفيس. ويز ات ليست تو بلاد بريشر ريدنجز ات ايتش فيزيت. خلي بالك من فضلك، في فرق ما بين كلمه ريدنج وفيزيت. فيزيت يعني الزياره. مريض جالي قعد قدامي في العياده قست له الضغط. قست له كام مره؟ مرتين على الاقل. كل مره اسمها ريدنج. واخد المتوسط بتاعه. مره كان 150 على 90 وبعدين اسيبه كده دقيقه لحد ما تستريح من الانفليشن بتاع الرقم، واروح اقيس له الضغط مره ثانيه لقيته بقى 140 على 80، اخد متوسط الجرامتين. يبقى نتيجه الفيزيت دي ايه؟ ضغطه كام؟ كذا على كذا، هو متوسط الجرامتين اللي احنا خدناه. حلو تمام. بص حضرتك بقى تبع نفس المصدر اللي انا بقول لك عليه دوت كده، قال لك ايه بتاعت الفيزيت؟ ان مش اور. يبقى تشخيص الضغط سنه 2013 اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي، العيان عرف لاول مره ان عنده الضغط، وفي اغلب الاحوال بيبقى اكسيدنتال اسفار. كاسيت له في البنك ولا في الشغل ولا في العياده، واحد جاي مع مراته، واخد بالك ازاي؟ مراته طبعا هي العيانه، تمام؟
فالدكتور عدل معاه وبعدين وجاي ماشي كده واخد بالك ازاي عشان برضه احنا من ثقافتنا نحب ناخد بقشيش نحب ناخد ببلاش واحد بعد اذنك يا دكتور ممكن بس حضرتك تقيس الله والله هدفع الكشف بره وانا خالي ما ولا هيدفع على حاجه طب ما انت لو عايز تدفع كنت جاي داخل كده تروح دافع كشفين ليك ولمراتك يا ريتنا نكون صادقين يعني هي دي الموضوع بسيط خالص قول كده هي كده مباشر انا عايز اقيس عايز اكشف يا دكتور ايه كشفك عايز اقيس الضغط حاضر تعالى انما حاجات كتيره قوي ربنا يعني وصول هناك وقت قاطع حتى تغير هذه الاشياء طيب يبقى نعمل الموضوع ده وقسنا الراجل الضغط دوت اه ضغط حضرتك عادي طب نعمل ايه محتاجين زياره مره ثانيه اه دكتور بقى هيبتدي عايز اظبط برضه من الثقافه الرديئه دكتور بقى هيبتدي ايه يلعب معايا ويعمل لي بقى شغلانه ومش عارف ليه؟ لأنه هو المريضة مع احترامي ليه بيطلع مهندس إن شاء الله مهندس نووي هو يعرف اللي أنا بقوله ده زي بالظبط أنا لما أعرفه في النووي ولا أعرف أي حاجة في النووي واخد بالك إزاي؟ دي شغلتي بل محتاجين إيه؟ ثقة ما بينك وما بين المريض تيجي إزاي؟ نعلق ورقة كبيرة كده نقول الثقة وأنت داخل العيادة ثق فيا من البيهيفير بتاعك من معاملتك مع العيان مش حد عبيط في دكاتره ما يعرفوش حاجه في العلم خالص نصابين بس في لسانه حلو خش المريض يقول له مش عارف ايه ازاي يا ابو مش عارف ايه اخبارك ايه النهارده انت شكلك مش عارف ايه ما انت بنتك اتجوزت صحيح بيقولوا الخميس مش معنى الكلام ده اللي يخش لك تمسكه لا اطلاقا خالص 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 ودي برضه من ضمن احد الاخطاء اللي عندنا في التفكير لازم الاكسترين لو ما كانش دي مش هيبقى جديد بديل طب ليه يا عم في سته في النص اهو وحرام الواحد يكون بيعرف يعني عالم كويس ومحترم وبيتكلم بطريقه حلوه بيعامل الناس بالانسانيه حرام التوليفه دي ما تكون موجوده لازم التوليفه دي تكون موجوده واذا لم تكن هذه التوليفه موجوده فعليه العوض منه العوض في الناس يبقى دي الحاجات يبقى اند اوت اوف اوفيس بلاد بريشر ميجرمنتس اوكي اللي هي اتفقنا عليهم احد ثلاث اماكن او اللي ابتدى بقى يتكلموا عليها بقوه دلوقتي اللي هي 24 اور امبيولاتي بلاد بريشر مونيتورنج زي ما حضراتكم عارفين بيبقى جهاز كده بيتحط زي الموبايل يتحط في الحزام وبعدين متصل بكف والكف محطوطه تحت الهدوم بتاع العيان وهو ماشي بيه 24 ساعه ما بيتحرك بيها بالشكل ده ولا كده. ايه؟ اس تي اس والضغوط بتاعه بتاخد المتوسط. التوصيات الحديثه الانجليزيه عايزين الناس كلهم يمشوا بالجهاز دوت عشان نشخص صح لان اكتشفوا في حالات كتيره زي ما قلنا اب 1/3 اوف ذا بيشنت قال لهم انت عندك ضغط هو ما عندوش ضغط. المشكله الجهاز ده مكلف غالي مش موجود في معظم الاماكن فعشان كده الحمد لله ان هم ما قالولناش في التوصيات قالوا اول تمام بالنسبه لنا لحد هذه اللحظه محدش عارف بكره هيحصل ايه كمان شهرين احسن ممكن تطلع شركه كده محترمه تروح عاملين في جمهوريه مصر العربيه اجهزه امبيولات الوجه لحد هذه اللحظه انا هاجي لحد هنا كده ومش هبص انا هبص على اللاب ده بس اللي قبليه يبقى ده ازاي نعمله انا تمام يبقى اند واور من فضلك خلي بالك بالنسبه لي ده اند امتى واور امتى هو الحل اللي موجود هنا كده طيب احنا اتفقنا ان لازم يكون عندي ستاندردز اوف بلاد بريشر ميجرمنت ايه الستاندردز اوف بلاد بريشر ميجرمنت الاتجاه محطه الاسهم ديت اللي هي الانيميت مش عشان بس انها تكون شكلها حلو انها انيميت كده وبديت ومبص ولان ده مطلوب برضه واخد بالك ازاي لازم يعني كان في زمان خالص ما كنا في البكالوريوس كده كان في احد اساتذتنا ما شاء الله بالخير والغريب ان هو ما كانش من الجامعه بتاعتي كان من جامعه القاهره تمام كان بيقول لنا كلمه حلوه قوي قال لنا عمرك ما هتبقى دكتور كويس او تبقى تنجح في البكالوريوس بتاعك في البكالوريوس ايامنا كده الا اذا استمتعت بالمذاكره او استمتعت بالعلم فكان طبعا معظم زمايلي الموجودين في المدرج بتاع القصر العيني ساعتها لان الراجل ده كان يعني بيتكلم بطريقه كويسه ما كانش بيلاقي حد زيه عندنا في عين شمس كنا نروح له القصر العيني قعدوا يضحكوا مش عارف ايه انا خدت كلام مسيب بس فعلا استمتع ده من الاستمتاع ازاي؟ انت عارف ان انا عشان اجيب لك الاسهم ديت خدت مني وقت قد ايه ودخلت على النت كام مره ومش عارف ايه بس انا ما اعرفش اكون الا كده. واخد بالك ازاي؟ اعتبرها ان دي ظاهره مرضيه اعتبرها انت مش مستحق على عيني وعلى راسي زي كده بس انا ما احبش واخد بالك ازاي؟ استمتاع. عارف لو كنت جيت ولقيت المكان اللي احنا فيه دوت مثلا جاي داخل كده لقيتهم عمالين يعتذروا لي عشان في حفر في هنا والجهاز ده مش شغال ومش عارف ايه كنت هلم حاجتي وامشي. ما اعرفش غير كده. هي مش محتاجه حاجه
حاجه بسيطه خالص ما تعنيش في حاجه، انا حابب اسمع عشان ايه غير البهجه والمتعه والحلاوه والانبساط الذي لازم نكون موجودين فيه. واخد بالك ازاي؟ عشان كده لك احنا هنبتدي منين؟ اول حاجه سيلكتنج الايكويبمنت اللي احنا بنستعمله. الخطوه التاليه بريبيرنج ذا بيشنت. الخطوه الثالثه اللي هي المثلثه تيكنج اند انيشال ميجرمنت ده الملوح، وبعدين طلعت عالي هتكونفيرم. طب افرض طلعت نورمال اقفل لحد هنا، الف سلامه مبروك مع السلامه نشوف حضرتك كمان سنه اف ايفر عشان يثبت الضغط كده. انما طلعت هنا عاليه طب هنا بقى عنده الضغط، لا ما انا لسه قايل لك كونفيرميشن واتفقنا الكونفيرميشن لازم واحده منهم تاني في العياده او في المستشفى، واحده منهم خارج العياده المستشفى، وقلت لك خارج العياده المستشفى ثلاث حاجات والمتوسط اللي في الحاجات دي كلها لازم كلهم يطلعوا عاليين فوق رقم 140 على 90 عشان اقول لحضرتك انت دخلت نادي الضغط. سيلكتنج الايكويبمنت، احنا عندنا المانوميتر كلنا عارفين ان احسن جهاز هو الجهاز الزئبقي اللي احنا بنشتغل بيه. طب الجهاز اللي هو اللي بنسميه الاميرويد او العيانين بيقولوا عليه جهاز مساعد ينفع؟ اه ينفع بشرطين. واخد بالك ازاي؟ ما بنعملهمش بس هقولهم ولله الامر. لازم يكون شركه محترمه اللي عامله. وات يو مين باي شركه محترمه اسمها ايه؟ لا انا هقول لك اسم البلد. يابان، امريكا، كندا، المانيا. اللي بعده لازم الجهاز دوت تعمل له كاليبريشن يعني معايره كل ست شهور او سنه عشان يتاكدوا ان هو مظبوط، لان هو بيشغل زنبرك كده زنبرك دوت لو نعم ولا مش عارف يدين الى وقت يبقى ينفع بالطريقه دي. اوكي؟ في جهاز تاني زي اجهزه كتير من الاجهزه الديجيتال ده بيبقى اوتوماتيك ينفع. مواصفاته ايه؟ الاربع دول اللي انا قلت عليهم من شويه. واخد بالك ازاي؟ طب الحاجه الثانيه السماعه، لما نستعمل السماعه اي سماعه سهله دي معروفه. سؤال بنسمع بالكون ولا بالدفرام ولا ما تفرقش؟ ما تفرقش. انما موست اوف ذا ايفيدنس بيقول نسمع بالكون عشان يسمع كروت كوفارت ساوندز احسن. العجيبه تفتح مصدر ثاني يقول لك نسمع بالدفرام. ليه؟ عشان نسمع كروت كوفارت ساوندز احسن. يبقى الاثنين ينفع ما فيش مشكله. واخد بالك ازاي؟ الحاجه الثالثه الكاف سايز. الكاف سايز لازم انها تكون مغطيه 80% من السيركمفرنس اللينس بتاعها، والويتس بتاعها يكون مغطي 40% من السيركمفرنس بتاعت الابر. سيبك من 80 و40%، احنا عندنا اربع مقاسات للطرف زي الانصاب، تمام؟ في سمول، ميديوم، لارج، اكس لارج، تمام؟ لازم انا لما بيجي لي العيان اول خطوه بجيب مازوره كده اروح لففها حوالين ايده، بيطلع لي رقم السيركمفرنس بتاعته، المفروض قدامي تيبل كده لو دخلت على النت مليون سايت ممكن تجيب لك الارقام بتاعتها. مقاس كذا لكذا السيركمفرنس ده يبقى له الميديوم ولا اللارج ولا الاكس لارج. طيب حضرتك مش عايز تخش كده وانت راجل تاخدها بالنظره دي، دي محتاج ان انا اخش يعني على مش عارف ايه، الواحد عنده نظر برضه يا دكتور. حاضر انا اسف. هات راسك. واخد بالك ازاي؟ عشان اعمل فيها ايه؟ ما تخافش هبص. واخد بالك ازاي؟ فيبقى ديت الفكره بتاعتك. يبقى المعلومه اللي انا عايزها بس حضرتك ان انت تحطي المقاس المطلوب. ليه؟ از يوجوال لما بيبقى فيه تلاقي حد بتاعه تخين قد كده ونحط عليه الكاست تلاقيها مش عارفه تعمل، بنفضل نجيب اثنين ممرضين يروحوا ماسكينها كده ونفضل نبص. ده كلام سهل. واخد بالك ازاي؟ بيدي اوفر استيميت. اوفر استيميت يعني ايه؟ يعني ايه ضغط عالي خطر. يقول لي 160 على 100، هو كان 130 على 80. واخد بالك ازاي؟ يبقى لازم الكاف سايز لازم تو بي كونسيدر. بريبيرنج ذا بيشن. الحاجات اللي بنقولها الكلام ده يا جماعه انا مش جايبه عشان اعطل وقتكم ولا اضيع وقت، هو ده الطب، هو ده العلم، هو ده المفروض ان احنا كلنا نتواضع ان احنا نعمله مع العيان بتاعنا وعايزين نشتغل صح. تمام؟ العيان قبل ما يجي له المحاضره تيجي بساعه، لا تكون واكل ولا مدخن ويا ريت تبطل تدخين من اساسه ولا شارب حاجه فيها كافيين ولا تكون عامل استرينيوس اكسرسايز قبل ما تيجي. طيب لما المريض يجي هنعمل ايه؟ اجينا الاسهم ماشيه كده. Sit quietly for a period at least with both feet flat on the floor and the back supported prior to measurement. يعني يكون عندي كرسي زي ده العيان يقعد عليه. بالك ازاي؟ نقعد ازاي؟ انا قاعد عليه كده ظهري supported. supported على ايه ده؟ يبقى ما ينفعش كرسي مالوش ظهر. بالك ازاي؟ رجليا لازم تكون محطوطه على الارض زي ما انا حاطط رجليا كده، تمام؟ ما ينفعش كرسي زي الكرسي بتاع الجارات ده تلاقي واحد قاعد فوق ورجليه مدلدله، ما ينفعش، لا لازم رجليه محطوطه كده. الحاجة الثالثة تبقى سبورتد الايد، الايد تبقى سبورتد على المكتب او الترابيزة اللي محطوطة قدامي، ويكون البنت بتاعة القلب دوت تكون على الليفل بتاعة الهارت. يبقى انا ممكن اظبط الترابيزة دي بحيث اطلعها عالية كده شوية، بس لما نحط ايده يبقى هنا كده، لان انا لو عملت كده دي تحت الليفل بتاعة الهارت. واخد بالك ازاي؟ يا دكتور يعني انت هو ده؟ هو ده الطب وهو ده العلم. اللي مش عايز يعرف الموضوع دوت كده
واتضايق من كلامي سيبنا ويمشي الله يخليك. واخد بالك ازاي؟ هو ده المفروض نعمله. احنا ما بنعملهوش، هذه هي مشكلتنا. طبعا يا ريت حد من الناس اللي قاعدين يقول طب بذمتك يا دكتور انتوا بتعملوا كده عندكم في الدمرداش او انت بتعمل كده؟ لو واحد عمل لي السؤال ده اقول له هات راسك بس مش هبص. واخد بالك ازاي؟ عارفين. يبقى دي القصه اللي احنا بنعملها. انت مالكش دعوه بيا ومالكش دعوه بيا، واحد بتشتغل صح. واخد بالك ازاي؟ يبقى دي اللي بعديها. الارم شوت بي سبورت قلناها بالمنظر دوت كده، لازم ما يكونش في كلوزنج بتوين زي الجلد بتاع العيان وما بين الجهاز اللي احنا بنستعمله. واخد بالك ازاي؟ طيب اصل هو الحقيقه المريضه دي منقبه وهي الحقيقه ما بتحبش انها ايدها تتعرى على حد. بارك الله فيها واكس الله من امثالها، بس تكون منقبه بجد، ما تكونش منظر يعني. واخد بالك ازاي؟ طب نعمل لها ايه الست دي؟ هنجيب لها ممرضه يا سيدي. ارفعي يا ستي هدومك لحد كتفك من فوق من هنا، لازم نقيس من فوق. طب احنا دلوقتي في الشتاء والعيانين جايين لابسين بلطويين ولابسين ما اعرفش ايه. من فضلك ما تعمليش مشاكل، انا بقول لك الصح كده. انت اعمل الصح. هتقعد بقى تقول لي ما العيان مش هيرضى، لا انا مش فاضي الكلام ده، ما تعذبنيش الله يخليك لان انا متعذب خلق. واخد بالك ازاي؟ انا بقول لك الموضوع يتعمل كده. يبقى احنا ايه؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوره العصر. واخد بالك ازاي؟ قال الامام الشافعي لو ربنا سبحانه وتعالى انزل سوره العصر بس لوحدها كانت كفت. واخد بالك ازاي؟ هي مكونه من ثلاث اربع ايات. اوكي؟ عشان وتواصوا، يبقى تواصوا ايه؟ بنساعد بعض. بنساعد بعض بالحق، بنساعد بعض ونصبر على الحاجات دي، نشتغل بالشكل اللي احنا بنقول عليه. لما جاي اقول لك طب يا دكتور اجيب منين الكف الكبيره؟ طب يا دكتور اجيب، ممكن اقول لك بس اديني محاضره ثانيه وانا اقول لك. وانا وقتي خلص وقلت لك المشكله كده. تمام؟ ولسه ما كلمناش ازاي نعالج. اوكي؟ اني هاو اللي ماسكين السيشن دكتور طارق او دكتور حسين الواحد قال لي خلاص السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا يعني سكيور البلاد بريشر كف ايفينلي اند سناجلي يعني نقفلها كويس، وبعدين هنقيس الاول بالبلباتوري ميثود، وبعد ما نقيس بالبلباتوري ميثود هروح طالع بسرعه 30 مللتر مركبي او بالبلباتوري عشان نقيس الاسكاتاتري، وابتدي اعمل ريفليشن بمعدل 2 ل 3 مللي. المحاضره دي موجوده عند حضراتكم وريكورد الفيرست اوف ات ليست تو ساوندز هو دوت السيستوليك، ولما صوتي في ايبي بالاس يبقى دوت الدياستوليك. اسحى يا دكتور. If the blood pressure is elevated and the patient has initially waited quietly for 5 minutes دي احد الشروط. المريض قاعد على الكرسي بالمواصفات دي بيده مضغوطه هنا. يقعد 5 دقائق قبل ما نقيس له الضغط. المريض يقعد 5 دقائق يعمل ايه يعني؟ اتكلم معاه في الحاله بتاعته. انت بتاخد الادويه؟ الدواء فكرني المره اللي فاتت كان اسمه ايه؟ طب يعني كل يوم بتاخده؟ طب بتاخده الساعه كام؟ وحضرتك قدامك ساعه كده وتلاقي العياده مليانه ساعات بالمنظر ده لحد ما يعدي 5 دقائق. بعد ما عدي الخمس دقائق طب اتفضل بقى نقيس الضغط لحضرتك. عكس اللي احنا بنعمله. ايه اللي احنا بنعمله؟ الناس واقفين طابور بره الباب والممرضه اللي زي الفيل ديت واقفه ماسكاهم زي ما تكون بتدخل بط ولا وز. واخد بالك ازاي؟ وتروح جايبه ام سعاد الاول، اشمعنى ام سعاد الاول؟ عشان ام سعاد جابت لها البيض بملاش المره اللي فاتت. طب الحل ايه؟ اعتقد ان احنا لو ادينا فلوس للناس هنحل المشكله دي؟ وما يقدر على القدره غير سبحانه، واخد بالك ازاي؟ يبقى احنا شخصنا العين عنده الضغط. الخطوات بقى احنا هنشتغل ازاي يا جماعه؟ اول خطوه في الضغط زي ما احنا شايفين فوق. بالك ازاي؟ ادي المزوره اللي احنا هنقيس بيها الارم سيركمفرنس عشان اشوف العيان ده هياخد الميديوم ولا اللارج ولا الاكس لارج. تمام؟ بص جهاز الضغط محطوط على ايه؟ الكلام ده مش محطوط عبط كده. محطوط هنا عشان الاوبزرفر اللي هو الدكتور ولا الممرضه اللي قاعد كده تشوفه كمان شويه عينيه تبقى على نفس الليفل بتاع جهاز الضغط. ما ينفعش جهاز ضغط يبقى محطوط في السقف كده زي في الاسم الطوارئ. واخد بالك ازاي؟ يقول لك طب حاطين ليه فوق في السقف؟ يقول لك اصل العيانين بيسرقوه. هم بيسرقوه فعلا، بس هل هو حد بيسرقوه ان انا احطه فوق هنا كده؟ عارفين النكت او القصه اللي بتاعت الدش ولا مش عارفينها؟ الى انه في احدى مستشفيات الامراض العقليه في مريض عقلي او نفسي، واخد بالك ازاي؟ دخل الدش راح رابط حد حوالين رقبته في الدش ديت وانتحر. جه المدير الامام تاني يوم الصبحيه، ايه اللي حصل؟ ما قدرتش العيان اللي هو في غرفه كذا اسمه كذا انتحر. ماذا اصدر هذا المدير من قرارات؟ قال لهم شيلوا الدش اللي موجود في الحمامات.
واخد بالك ازاي؟ يبقى دي اللقطه الاولانيه. اللقطه الثانيه اليمين ارم سيركمفرنس، بص الست ديت محطوط دراعها كده، احنا مش معرقين دراعها كده عشان دراعها حلو نقعد نبص على ايه خالص، مش كمان بس واخد بالك ازاي؟ بس ده شوط بي بان، ما ينفعش قياس هدوم فوق الهدوم، واخد بالك ازاي؟ النمره اللي بعد كده ان احنا هنحط القف، بص حضرتك القف لازم يكون في مسافه 1 انش اتليست من الانتي كيوبيتال فوصة، ما تجيبش القف تكون محطوطه نازله لي لحد هنا، لا من 1 او 2 انش لور ايدج بتاعتها من تحت من هنا كده، الخيوط بتاعتها الخراطيم اللي موجوده دي على الميديال سايد، خلي بالك ميديال سايز من تحت او ممكن تكون ميديال سايد وطالعه هنا من فوق، الاثنين يمشوا معانا ومن فوق احسن، ليه؟ عشان انا كمان شويه احط السماعه بتاعتي هنا، ما يبقاش الخراطيم بتاعت السماعه عماله تخبط معايا في الخط البتاع اللي فتديني صوت غلط. الحاجه اللي بعد كده ان انا هقيس بالباتري ميثود الاولانيه، الحاجه اللي بعد كده ان انا قست بالاسكنداتري ميثود، بص حضرتك حاطين ايه هنا؟ ده النظام الانجليزي، حاطين الكون. حط الكون فين؟ على الميديال ايبي كوندايل، حد ما يعرفش الميديال ايبي كوندايل معروف فوقها، واخد بالك ازاي؟ اخر حاجه هناخد الضغط، بص بقى الاوبزرفر حاطه البتاع البيضه اللي شفناها من الاول دي عشان نهنيها قدام الجهاز كده على طول. خلي بالك الجهاز بتاع الضغط لازم يكون ورا العيان، العيان مش شايفه. ليه؟ لان لو حطه قدامه كده هيفضل طول ما البتاع عمال بيحلى كده لفوق وهو ايه مشدود معايا. ولكن بعد ما انا خدت القياس بتاعت الضغط دي من ضمن الرولز لازم اقول الضغط بتاع العيان كام للعيان واكتبه له في ورق. ما تعملش زي الدكاتره اللي موجودين دلوقتي، يجي لي عيان ويقول لي انا جاي لك من الدكتور فلان الفلاني، خير؟ اصل انا ضغطي عالي. كام؟ لا هو ما قاليش، هو قال لي ان انت ضغطك عالي. ده ما بيعرفش حاجه. مين اللي ما بيعرفش حاجه؟ الاثنين. مين الاثنين؟ العيان والدكتور. هيموتونا. امال مين اللي بيعرف؟ يقول له انت ضغطك، يروح مديله ورقه كده صغيره. جاهزة عنده مترتبة، اسم المريض، اليوم، القياس، بس روح مديله الورقة دي. المريض لما هيجي اروح باصص كده شايف 10 قرايات، تمام؟ 110 على 60، 180 على 150، أي حاجة شفت لك هو ده. إنما لا عادي، لا حلو، لا وحش، ما يتصرفش. يبقى دي النقطة اللي إحنا بنقولها. أنا فاضل لي 5 دقايق وأخلص، نوقف على الأسئلة. انا خدت الضغط يا جماعه بتاع العيان وكونفيرم العيان ده ضغط، اروح اعمل له حاجتين. الحاجه الاولانيه اروح مدخله في واحده من القوانين، طبعا هنا هتخش معايا ليه مزيد ليه مزيد ليه؟ لان انا قلت عنده ضغط عالي، ده بري هايبر تنشن وده وات نور، تمام؟ يبقى لو هو من الرينج ده لحد ده او الرينج ده لحد ده يبقى هيخش من هنا. طب افرض ان هو واحد هنا في الرينج ده وواحد هنا في الرينج ده، باخد الاعلى. خلي بالك اور اور الرقم الاعلى في الدايستوليك او الرقم الاعلى في السيستوليك هو دوت اللي باخده، بحط العين اقول له انت ستيج 1 او ستيج 2 هايبر تنشن تبع جي ان سي 7، وخلي بالك جي ان اي سي 8 جاي قريب، ممكن ده يظل موجود وممكن يتغير. طب اعمل ايه تاني للعيان؟ مهمه جدا الشغلانه دي. عارف ايه الفرق بتاعنا بتاع الكارديولوجي بيقعد بقى يعمل علينا كل القصه دي عشان الجدول ده؟ ان بيعمل وات از كولد كارديو فاسكولار ريسك ستيتس اسسمنت للعيان. معلومات في منتهى السهوله اللي في الدنيا، انا هروح واخد المعلومات اللي خدتها من العيان ديت واروح حاططها هنا كده. دي اذا كان سموكر ولا لا، وجدول سهل جدا. خد الورقه ديت مصوره، واخد بالك ازاي؟ فور نو تاكسز الا الدعوات. كل ما اشتغل بالمنظر دوت كده تدعي لي، واخد بالك ازاي؟ واللي مش هيعمل كده لا بارك الله فيه، انا مالي عارف. واخد بالك ازاي؟ ما اقدرش اعمل اكتر من كده. مش هاجي معاك لحد البيت. خدها وصورها الله يخليك على ورقه، مش هتتعبك في حاجه. ممكن ارجو من الدكتور حسين اذا هو كان معتقد الاجابه، مش انا مالفها، ما تكتبش اسمي ولا كان في واحد اسمه عصام ولا جه ولا راح ولا حاجه خالص، ولا اسمي يعنيني ولا تفرق معايا في حاجه خالص. واخد بالك ازاي؟ خد الورقه دي من فضلك اطبعها صورها واكتب عليها اسم العيان وحط له ريسك ستيتس، هنا السيستوليك هقف هنا ميل وفي ميل ومش عارف التريتد ولا اندر ريتد، يعني بتقسمها بشكل مفيش اجمل من كده. الكلام دوت مش تاليف من عندي، ده انترناشونال. ممكن اقول لك السايت اللي انا جايب منه ايه؟ دوت بتاعت واحده منهم بتاعت الاتش دي ال، واحده منهم مش عارف ايه، واحده منهم بتاعت ايه، اروح واخد النقط ديت كلها وادي السكيم اللي انا هشتغل عليه، البوينتس ونروح مجمعينها مع بعض، بحيث ان انا في الاخر اقول للعيان ده حضرتك دلوقتي ستيج 1 هايبر تنشن والكارديو فاسكر ريسك ستيتس بتاعتك 15%. يعني ايه 15%؟ يعني حضرتك عرضه بنسبه 15% ان انت يجي لك كارديو فاسكر بروبلم خطيره،
خلال الخمس سنين او العشر سنين الجايين، هو دوت المعنى بتاعتي. طب انا بقول كده لعياني عشان اسود عيش وانكد عليه حياته؟ لا، عشان يسمع كلامي لما اقول له خد الدواء الفلاني لان انت 15%. طب ودي كتيره يا دكتور؟ دي كتيره. عايزه تبقى 3% نظبط الضغط، نظبط الاتش دي ال كوليسترول، تمنع التدخين يا استاذ، لانك لو منعت التدخين وظبطنا الاتش دي ال بتاعك المنظر دوت كده ونزلنا بالضغط شويه هتتنقل ما بين 15% تبقى 2%، ودي تبقى حاجه قليله قوي، وتبقى الف مبروك عليك. يبقى دي عشان نستفيد، مش كده وبس ان انا بروجنوستيكال وساعد عيان يرفع الكلام بتاعنا، لا، ده حاجه ثالثه كمان، ده دي ممكن تخليني ان انا اقول اديله ادويه ولا ما ادوش ادويه، ريسك اسيسمنت ده زي ما هنشوف دلوقتي. تمام؟ قبل ما نخش على الريسك اسيسمنت والعلاج دي مش هتاخد هم تو سلايس كده فيهم العلاج كله، تخيل تو سلايس بس. بس كل الكلام منصب على اللي فات ده، ليه؟ لو حضرتك ما عملتش اللي فات دوت كله، شخصت العيان عنده ضغط وهو ما عندوش ولا عكس، يبقى احنا بنتكلم في مكان. يبقى ده الجزء اللي فات ده في منتهى الاهميه. جالي عيان وانا شخص ان هو عنده الضغط، هل العيان ده بروحه كده ولازم اعمل له شويه انفستيجيشن من الاول؟ التوصيات اللي هي واخده ليفل 3 دي، يعني ايه ليفل 3 الناس اللي عاملينها؟ يقول لك This is the opinions of respected authorities based on clinical experience, descriptive studies and case favors and reports of expert committee. يعني حاجه قويه. تمام؟ العيان بتاعنا يا جماعه اللي عنده الضغط ده فور ذا فيرست تايم، انا خدت منه بيستر اكزامينشن كان معتاد، هعمله مع احلام بسيطه اللي هي الموجوده قدامكم، سي بي سي يورين اناليسيس سيمبل، اعمل له نيورال البومين كرياتينين ريشيو، اعمل له كدني فانكشن تيست. تمام؟ وعايز رايي الكلام على عيني وعلى راسي الناس دول، بس احنا هنظبطها بالطريقه المصريه. عايز رايي ابوس راسك، واخد بالك ازاي؟ ما تعملش ده. يوريك اسيد. انا غلطت ان انا نزلته، انا همسحه بعد ما اروح دلوقتي. واخد بالك ازاي؟ ما تعملهوش. ليه؟ لانك هتلاقي غالبيه العيانين يقول لك اسيد احمر 8 و9 وهو مش جودي، هو ما عندوش رينال فيلير، هو مش محتاج ياخد زيورك، وحضرتك هتكتب له زيورك. وهيفضل العيان ده يكلم نفسه عشان الاملاح بتاعت الدم عاليه وعشان يوريك اسيد عاليه، فانسى ملوش لازمه. كدني فانكشن يعني كرياتينين بلاد يوريا. تمام؟ الحاجه اللي بعد كده ليفت بروفايل، نعمل له رسم قلب كبيز واين ونعمل له تشيست اكس راي. مش دول لجنة كذا وهيئة الحرب العالمية والكلام الحلو ده على عيني وعلى راسي. أنا واخد بالك إزاي؟ اللي هو لا أنتمي لأي تصنيف من التصنيف بتاع ده على باب الله كده، واخد بالك إزاي؟ تلاقيني قاعد جنب البواب تحت العمارة، واخد بالك إزاي؟ إنما أنا هحط موجات صوتية هنا في العيانين بتوعنا، وعندي دليل على الكلام دوت كده، واخد بالك إزاي؟ ليه أحط الموجات الصوتية؟ الموجات الصوتية دي حاجة صعبة مش موجودة في كل الأماكن، غالية؟ لا لا لا. تمام؟ طيب في مرض ممكن الموجات الصوتيه تشخصه وما يتشخصش من الحاجات دي؟ يس. ما هو؟ لا برافو عليك، مين قال بوليسيستيك كدني؟ بارك الله فيك، ونصح بيك الامه ونفع بيك، هو ده اللي احنا عايزينه، بوليسيستيك كدني. هل ممكن بوليسيستيك كدني تيجي ويز نورمال كيلر فانكشن؟ يس. هل ممكن بوليسيستيك كدني وزود تريورين ابنورماتي لهيماتوريا؟ يس. هتضيع مني مش هشخصها هنا، يبقى موجات صوتيه. تمام؟ بس الليدنج اوبينيون قالوا ما اعرفش ايه، على عيني وعلى راسي، ما انا قلت لك انا جنب البواب، بس انا هطلب موجات صوتيه، واخد بالك ازاي؟ للعيانين للاسباب اللي انا قلتها. خلاص احنا شخصنا وعملنا انفستيجيشن وظبطنا كل حاجه، هنعالج في تو سلايدز، واخد بالك ازاي؟ هحط انا العيان بتاعتي، هل هو ستيج واحد ولا ستيج اثنين بالمنظر ده؟ كلهم هياخدوا وان سبولد لايف ستايل تشينجز، ياكل ايه وما ياكلش ويعمل ايه، وهنشوفها في سلايد واحده اللي جايه، وبعدين العلاج، والسلام عليكم ورحمه الله. تمام؟ الحاجه الثانيه، لو العيان ده ستيج هايبر تنشن، العيان ده عالجه اديله ميديكيشنز، اديله لايف ستايل تشينجز، وهو ما ياكلش ملح ويخسس الوزن ويعمل رياضه و واديله سنجل ايجنت دواء واحد بس. طيب لو العيان كان ستيج 2 هنا، اعمل معاه ايه؟ هديله نفس اللايف ستايل تشينجز، بس هيبتدي على كومبو. كومبو ده اللي هو بتاع مؤمن ولا ماكدونالد، ده اللي الدكتور حسين هجيبه لكم كمان شويه، واخد بالك ازاي؟ انما الكومبو هنا اصلا كومباينيشن ميديسن، يعني دوايين وحاجات زي كده. النهارده الرسومه يا دكتور حسين. مفيش بعد الهايبر تنشن مفيش اكل. عيان جالنا، خلي بالك ده كلينيك، ده كلينيك بلاد بريشر تشيكنج، لان بلاد بريشر بروتوكول كان يساوي اكتر من 140 هتشيل، واتفقنا ثلاث اربع مرات زي ما اتفقنا. او لو انت بتعمل الامبيلاتي بلاد بريشر مونيتور بالرقم دوت كده. العيان ده يبقى اسمه ستيج واحد. تمام؟ بص بقى جت اهميه الكارديو فاسكولار ريسك اسيسمنت اللي انا قلت عليها من شويه ايه؟ لو العيان ده كان 10 يير كارديو فاسكولار ريسك اسيسمنت اكتر من 20% اللي شفناها بالجدول اللي انا قلته من بعوض المنظر ده،
يبقى العيان دوت مين الاول هبتدي له علاج؟ تمام؟ طب افرض ما كانش عنده الحكايه ديت كده، لا انا ممكن امشيه شويه من غير علاج. يبقى لما يجي العيان يقول لي يا دكتور كده انت من الاول كده علاج على طول، مش الاول تخليني شويه اخسس وزني وبطل التدخين ومش عارف ايه، ما الناس بقت بتقرا دلوقتي، اقول له اه بس حضرتك كذا، او الاقي عنده تارجت اورجن دامج وبيعمل فندس لان في ايفيدنس اوف ريتينوباثي الاي سي جي لان ال في اتش، يبقى الراجل دوت من الاول هياخد علاج. طب يا دكتور مش هتستنى شويه؟ يقول لا مش انت اللي مستنى عليه، لما حضرتك عندك تود يعني ايه تود تارجت اورجن دامج، او عندك كارديو واسكر ريسك اكتر من 20%، يعني هتدي له علاج بس انت هنبتدي لك سنجل دراج لان انت ستيج واحد، لو ستيج اثنين اثنين دوايين من الاول، واخد بالك؟ ونفضل بقى نعمل فولو اب فيزيت كل فتره والثانيه وهكذا عشان ان احنا نتابع الضغط بتاعته. ايه هو الجول بتاعت البلاد بريشر؟ ذا جول از جيت تو جول، رقمين، ما تتعبش نفسك، هم رقمين بس، اقل من 140 90 لكل الناس اللي عندهم الهايبر تنشن، بروفايد ان هم لا دايابيتك ولا عندهم رينال ديسيز ولا عندهم كارديو فاسكولار ديسيز. يبقى العيان احنا بنسميه ما بيننا وبين بعض، بس ما تقولش كده العيان عشان ما يزعلش، العيان اللي ما اتضربش لسه، اللي ما اتضربش لسه الجول بتاعته تحت 140 على 90. العيان اللي اتضرب في الكليه، ضرب وجود السكر معاها، ضرب وجود تارجت اورجن، جاله كوروناري قبل كده او جاله ستروك قبل كده، التارجت بتاعنا تحت ال 130 على 80، تمام؟ يا جماعه لازم مع كل العيانين بتوع نوصل تحت الرقم ده او تحت الرقم ده. معلومه ثانيه، طب 140 على 90 ينفع؟ ما ينفعش، لازم تحت. طب 139 ينفع؟ اه برافو عليك. طب 89 ينفع؟ اه برافو عليك. 90 و 140 ما يتصرفوش، لسه ما وصلش، تمام؟ طيب ايه هي اللايف ستايل تشينجز؟ السلايد اللي جايه هكون خلصت. اللايف ستايل تشينجز اللي موجوده معانا صوديوم ريدكشن بالارقام دي، ارقام دي 100 مليون يعني ايه بالبلدي كده؟ يعني العيال ما يزودش عن معلقه شاي ملح، معلقه شاي عملها صغيره، تمام؟ وتكون مش عامله هرم كده، تكون مسحوبه. هذه مش كميه الملح اللي هو ياخدها بالاضافه للاكل بتاعته، لا، هذه كميه الملح في اليوم كله داخله في العيش وداخله بالمنظر دوت. طبعا توقع ان كل العيانين وكل الناس واحنا واخد بالك ازاي بنعدي الكميه دي، بس اللي عنده الضغط لازم يسمع الكلام وينزل لو عملنا كده هتقل الضغط بنسبه قد ايه؟ الرقم الحلو اللي مكتوب قدامي. طيب لازم يخسس الوزن بتاعه على الاقل 5 كيلو في الاول، دي بدايه الكلام بتاعنا، لانه بعد كده مش هيخس. هو الواحد في الاول اول ما بيتخرط في حاجه تلاقي العيان ده يتظبط ويتربط ويسمع الكلام وتلاقي الاكل مشي على كل الدنيا بقت حلوه، واخد بالك ازاي؟ ومراته بقت حلوه معاه بدل ما هي عماله تزود الصبح وتصور بالليل بقت لطيفه وحلوه، كل الكلام ده هيقعد لمده اسابيع قليله، واخد بالك ازاي؟ وبعدين هي زهقت، واخد بالك ازاي؟ ومش عارف ايه والمنظور ده، وتمشي القصه زي ما انتم عارفين بالمنظر ده، تمام؟ يجي الاكسرسايز بتاعته 3 مرات في الاسبوع، تمام؟ كل مره منهم على الاقل 40 دقيقه، او كل يوم كل منهم 20 دقيقه. الحاجه المهمه بقى دايت باترن اللي هو بيسموها الداش دايت، اللي هي كانت اسمها دايت الابروتش الصبح هايبرتنشن، ببساطه شديده اكل كثير في الخضروات، اكل كثير في الفاكهه، اكل قليل في الميت، ما ناكلش لحم يعني كتير، واخد بالك ازاي؟ واذا كان لحم ناكل حاجات السمك مش اللحمه او اللحم الابيض زي الفراخ، اوكي؟ هي ديت الحاجات اللي بتوطي الضغط. تخيل انت واحد عمل كل الحاجات دي، اجمع دي زائد دي زائد دي، ده ممكن ما يحتاجش ادويه، بس الشطاره ان الحاجات دي تتعمل بشكل وعلى طول، مش لمده الاسبوعين دول، على طول وتتعمل كل الحاجات دي مع بعض. طيب عملنا الحاجات ديت وندينا ادويه، عايزين ندي ادويه، مفيش اسهل ولا اجمل ولا الطف ولا احسن من الاستادي اللي موجوده قدامنا تبين لنا ايه الادويه اللي احنا نستعملها مع العيانين بتوعنا. ودي حديثه على فكره نسبيا، دي كانت في نوفمبر 2011 بتاعت البريتش هايبر تنشن سوسايتي بتاعت الناشونال انستيتيوت اوف هيلث اند كلينيكال اكسلنس، يعني حاجه محترمه قوي، تمام؟ بياخدوها بالحروف اي بي سي دي، مش احنا عندنا في الطب دايما عشان عندنا طب ده كتب كتيره قد كده بيقول لك دي تحفظها ازاي؟ اي يعني كذا، بي يعني كذا، سي يعني كذا، تمام؟ هي دي كده، تمام؟ لو عندي واحد سنه تحت 55 سنه استعمل معاه فقط الاي. القصه دي كانت قصه طويله بس انا ما عنديش وقت اشرحها لك، كان الاول اي وفي وسي ودي، انسى كل اللي فات وخلينا في النهارده، واخد بالك ازاي؟ الايه اللي موجوده ديت يعني ايه؟ يا اما اي سي انهبيتور او ارز انجيوتنسون ريسبتور بالظبط، واخد بالك ازاي؟ بص الناس الحلوه والنبي دي كاتبه ايه؟ واخد بالك ازاي؟ بص كاتبه ايه؟ لو كوست انجيوتنسون 2 ريسبتور بلوكر. ليه؟ لان احنا بنشوف لها عيان، يمكن ده ما بيخلص دلوقتي،
احد انواع الانجل سنسر 6 اكتوبر لوكر، مش هقول اسمه ايه لان يكون فيه تصوير او حاجات زي كده عشان ما حدش يقول لي يرفع عليا قضيه انت ضد الشركه ومع الشركه ولا يفرقوا الاثنين معايا. واخد بالك ازاي؟ بالمنظر دوت كده. دواء كان ب 200 جنيه. تمام؟ احنا بنصور اقول على اسمه مش عارفين قولوا انتوا طيب. وهو ده، واخد بالك ازاي؟ دواء ارتس ب 200 جنيه، واخد بالك ازاي؟ ده دواء واحد بس والتركيز الصغير بتاعه كمان اللي ما بيعملش حاجه، التركيز الكبير بتاعه هو اللي بيعمل تأثير هيبقى اعلى من كده، هل معقول الكلام ده؟ هل حضرتك لو دكتور هتاخده اذا ما كانش جاي لك عينه من بتاع شركه تغيير مش هتاخده؟ بلاش دي وبلاش دي. الانجليز بيقولوا كده، انت هتيجي اغنى منهم اللي بيدفعوا لبيتهم كذا ولا بيدفعوا اللي مش عارف الواد التاني كام وهكذا، يبقى الايس انهيبتور او اللو كوست ارتس جينيري. تمام؟ طيب لو واحد سنه فوق ال 55 او بلاك بيرسون، اوكي، العيان دوت هنبتدي معاه بالسي وات يو نيد باي سي كالسيوم شانل بلوكر بنوعيها الذهب والنون ذهب. ما هي الذهب؟ اللي هي الرايح البيرسون كالسيوم زي ايه؟ النيفيديبين مثلا ادلات، زي مثلا الامبلوتيبين، زي الفيروتيبين اللي هو البلينتين، اوكي، او النون ذهب زي الايزوبتين والديلتيازين. طيب بعد فتره من الوقت العيان عمال بيجي لسه ما وصلش، هنعمل ايه؟ نروح مجمعين الاثنين دول مع بعض، سواء بقى كان سنه كذا سواء كان ابيض واسود، خلاص دي في المرحله الاولى. بعد كده ناخد ايه؟ بعد شويه جانا العيان دوت كنترول، نعمل معاه ايه؟ ايه زي السي ان دي وات يو مين باي زي دايوريتيك، ويقصد هنا بالدايوريتيك دوايين بالتحديد اندابامايت اللي هو الناتريليكس او الكلورسانيدول، بالك ازاي، اللي هو الهايدروتول او السايزايد اذا حبيت ادخلها معاه، بس ما عندناش دواء سايزايد لوحده موجود مشترك مع حاجه ثانيه. طيب يبقى ايه؟ طبعا هنا لو انا هديه له ممكن اروح ندي ايه؟ حاجه فيها كومباينيشن اس انهبيتور او ار مع السايزات، وفي عندنا كتير منها سهل، واروح مدي السي معاه. طب عملنا كده والدنيا ما اتظبطتش، هعمل ايه؟ ادي ايه او سي او دي، وممكن افكر ان انا اديله بيتا بلوكر او ان انا اديله الفا بيتا بلوكر او ان انا اديله دايوريتيك من مجموعه ثانيه. ايه المجموعه الثانيه؟ الدكتور سبايرونولاكتور. ديت الدنيا تمشي معانا ازاي؟ النقلات دي قد ايه يا جماعه؟ مش سريعه، يعني على الاقل كل اسبوعين ثلاثه شهر عشان ننقل بالمنظر دوت كده، عشان ندي فرصه للدواء عشان يشتغل مع العيان. كل اللي انا قلته في المحاضره من اولها الى اخرها بالجايد لاين بالميجرمنت مش عارف ايه، محطوطه في سلايد واحده بس اللي هي السلايد اللي موجوده قدامكم دلوقتي. انا كده خلصت، في عندي كيس طبق عليها خلاص. انتوا لو عرفتوا اللي انتوا قلتوه جاوبوا الكيس ديت لوحدكم وتعرفوا ايه اللي موجود فيها. شكرا جزيلا. للاسف الواحد دلوقتي غلب بيبقى طالب الساعه 1 الظهر، الواحد السبت من الساعه 1 احنا خلاص دلوقتي الغدا، بس الاستاذ ربيع يخش، استاذ ربيع اللي هو مسؤول الصحه هيخش هيمضيكم على السيمينار. المهم يطلع ياخد ايه؟ يتغدى. طيب هي واحده دقيقه واحده، طالما دقيقتين غلب دلوقتي، الغدا دي وقت الغدا احنا خلصنا، بقى ناخد دقيقتين كده مع الاستاذ ربيع نبص على الحاله دي. هو في دواء الهيدروكلوسايزاين 25 هو بيسلمه موجود في الماركت، هيدروكلوسايزاين. تمام اسمه؟ انا عارفه. حد عارف اسمه؟ انا عارفه. هيدروكلوسايزاين. انا عارفه. موجود في السوق. هيدروزايد. يعني الدكتور عصام قالها في الكلام، مفيش حاجه في مصر، لا في هيدروكلوسايزاين 25 لا لا كلام بلجي. الدكتور اسامه بيقوله كلام صح تماما. بلجي صح تماما. كيف تجمع بينهما؟ كنت بسال السؤال دوت من زمان وكان بيجيبه كنت بديله جايزه عليه. ما هو ارخص اسمه هيدريكس. واخد بالك ازاي؟ كنت بقول لهم ايه ارخص دواء ضار موجود في مصر؟ عارفين بكام يا جماعه الدواء ده؟ حاجه مش عمر مش موجوده دلوقتي. ب 39 قرش. العلبه فيها كام قرص؟ 30 قرص. فانا جيت عندنا مره الدكاتره وقلت له انتوا ساكنين فين؟ اللي ساكن هنا وهنا وهنا. قلت لهم من فضلكم روحوا النهارده، وانتوا رايحين عدوا على الصيدليات. اللي يجيب لي الدواء دوت علبه من الدواء دوت لوحده هديله كذا قدامه. ما حدش جاب ولا علبه دواء، يبقى اللي انا قلته صح والدكان والدكتور اسامه صح. في واحد بتاع صيدليه هيبيع دواء 48 قرش او 50 قرش او جنيه، يعمل ايه في الصيدليه ديت كده؟ يحرق الدواء ده. واخد بالك ازاي؟ ما يمنعهوش انه هيحرق الدواء ده ومش هيدخله عنه الصيدليه، بس هو داخل الصيدليه ديت هي حاطط ورقه كده محطوطه، ايه الورقه المحطوطه في الصيدليه ديت؟ واخد بالك ازاي؟ ادخلوها بسلام امنين. واخد بالك ازاي؟ هو ده ما يعرفش ايه المكتوب ده؟ ما تفهمش حاجه. انت لو بديت تجيب ما تقول ايه؟ عشان خاطر مصر.
لو انت عايز عشان خاطر مصر قال لي دواء ده مجنون، يقول لك لا انا كده هوجع قلبي وبيخلي كرتونه قد كده ويقعد عندي وما يشتغلش ومش عارف ايه، عشان الناس الغلابه. واخد بالك ازاي؟ خد الحلقه دي بسرعه كده وحضرتك اشتغل، انا ما عنديش مشكله خالص. تمام؟ بيقول لك مستر ولا ما اعرفش ايه دوت، واحد عنده 50 سنه از بلاك ميل وز دايت كنترول تايب 2 دايبتيز. الكونسيكتيف بلاد بريشر ميجر ديورنج ريسنت كلينيكال فيزيتس كانت الارقام اللي موجوده قدامنا. خلي بالك من ضمن الحاجات، مش عايزين يا جماعه نقول رقم 160 على 90، ده قول لي 162، قول لي 164، قول لي 158، برضه هنا نفس القصه، قول لي 98، قول لي 92، قول لي 94. لو لقينا احنا عمالين بنكتب كتير ضغوط كده العين ده هيعرف ان احنا علينا. ليه؟ انا قاعد مركز جدا، اول ما سمعت صوت هنا عليه، اما هي داخله على الخمسه اللي تحت، لا مش داخله على الخمسه يا حبيبي، هي 166 هو دوت الصح. خلي بالك دي تفرق في العلاج، تفرق في الكلاس، مجرد الاثنين من الميتر ميركي اللي بيتقال عندنا كده. هي از دايجنوزد ويز ستيج 2 هايبرتنشن، عرفناها ليه؟ لان ال 160 دي كانت معديه، احنا قلنا الاعلى اللي هيعدي يبقى دي اللي هناخدها. وات از ذا جول اوف ثيرابي لمستر سي دي ده؟ اختار حضرتك واحده من الاربعه دي، خلي ضغطه تحت 140 على 90، تحت 130 على 80، 130 على 80 ليه؟ تحت ال 130، خلي بالك مش 130 زي ما الدكتوره قالت، تحت ال 130 على 80، هي قالت تحت 130 على 80 عشان هو دايبيتك. برافو عليك. اللي بعديها، وات ثيرابي شود بي انشيتد فور سي دي؟ الراجل دوت كان عنده سكر، نرجع تاني كده عشان نفتكر، هو واحد عنده 50 سنه وبلاك بيرسون، اوكي؟ ويا واحد وهو عنده السكر، وهنبتدي نديله علاج للراجل دوت اللي هو ستيج 2 هايبر تنشن. ايه الثيرابي شوت دي انشيتد؟ هل ان احنا نديله ست شهور ترايل اوف لايف ستايل تشينجز، ولا نديله هايدروكلوروثازايد الهايدريكس اللي احنا كنا بنتكلم 25 مللي جرام بالاورال، ولا نديله ان الابريل، ولا نديله ان الابريل بلس هايدروكلوروثازايد بالجرعه اللي موجوده قدامنا؟ بيض الله وجوهكم وفتح الله عليكم. واخد بالك ازاي؟ انا مبسوط، مش عايز اسال السؤال ده عشان ما حدش يخيف امالي، عايز اروح. نسال كمل. بعد خمس سنين الراجل دوت ريتش الجول اوف اقل ميتر اللي انت عايزه، حلو؟ افتر فايتين جاد هاد ريجيمين، تقول ان الجرعه هاد الكلوروسايزات كان وصل للجرعه دي 10 ان الابريل و25 هاد الكلوروسايزات. ات سبسيكونت فولو اب فيزيت يو ليرن سي تي ووز هوسبيتالايز. هو قال لك انا على فكره ما تعرفش، ده انا اتحجزت من اسبوعين كده، جالي تشيست بين، جالي الم على صدري، و ريدنج ذا ديسشارج سمري يو نوت هي هاد اكيوت كورونري سيندروم، يعني كان جاله انجينا او مايكاردال انفاركشن، ويتش هي ووز تيكينج للكات لاب، عملوا له قسطره، ووز فاوند 95% اوكلوجن اوف هيز ليفت انتيريور ديسيرمنت كورونري ويتش ووز ستيم، يعني عملوا له توسيع وركبوا داعم. ان كلينكس هيز كرنت ريجيمين اللي ماشي عليه بقى دلوقتي بعد ما اتعرض للاكيوت كورونري ده، ماشي على اسبرين وماشي على بلافكس وبياخد الان الابريل هايدروكلوروسايزات بالجرعه اللي هي بياخدها دي. بيقول لك هي برينجز يو هيز هوم بلاد بريشر لوج. شوف الناس الحلوه، هو ده اللي احنا عايزينه. هو بيقيس الضغط بتاعته في البيت وجايب لي ورقه كده اللي بيسموها اللوج بوك ديت او الدفتر او على الموبايل على اي عفريت ازرق بس يجيبه، بحيث لما يجي لي اروح شايف 30 قرايه 20 قرايه بعرف هو عنده ايه. تمام؟ لقيت ان الريدنجز ديت اوفر ذا لاست ويك كانت 140 على 80، ده قرايه الاسبوع اللي فات. كذا 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 الحاجات اللي احنا شايفينها. الحاجات اللي محطوط تحتيها الخط اللي هي الحاجات اللي هي كانت البلاد بريشر نزل فيها بشكل كويس قوي، الحاجات القرايات الثانيه اللي هي موجوده ديت هي اللي كانت عاليه شويه. السؤال الان، وات از ذا بيست كورس اوف اكشن فور ذيس مان؟ هل تو ري انفورس مور لايف ستايل تشينجز؟ يعني لا انت ما تمشيش مسافه كفايه، امشي خسس وزنك اكتر، التزم بالاكل، قلل الملح، ولا نزود له تينورمين على البيستا اللي بياخدها دي 50 مللي جرام، ولا نزود الهيدروكلوروسايلايد اللي هو ال 25 مللي جرام دوت بنديله 50 مللي جرام، ولا اد املوديبين 5 مللي جرام بالاورال دي؟ العيان ده تينورمين عشان الكاردو على فكره القصه دي، القصه دي تحتمل كل اللي احنا قلنا عليه.
واخد بالك ازاي؟ مفيش فيها فرق كبير قوي، مفيش حاجه من دول واحد يقدر يقول لي لا. ليه؟ حكايه التوري انفورس لايف ستايل تشينجز. افرض هو بعد ما جاله الكورونا ريلاور كده خاف كده يقعد على الكرسي ومش عايز يتحرك وحاجات زي كده، يبقى ان شورتلي الاجابه اي واحده من دول صح، انما الريفرنس اللي انا جايب منه المعلومه ديت كده اختاروا التينوري. شكرا.